توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد أقوى على أي خطوة متهورة قد تقدم عليها إسرائيل وحلفاؤها بعد ساعات من شن طهران هجوما على تل أبيب بالصواريخ والمسيرات. وقال الرئيس الإيراني إن بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة وصفها بالمسؤولة والمتناسبة ردا على استهداف قنصليتها في سوريا، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.